نسعى لتحقيق عقد وطني جامع ومنتج، وطن عصري رائد بمنطقة الشرق الأوسط، ودولة حديثة مرتكزة على رفاهية الإنسان والإنتاجية واقتصاد المعرفة والتطور التكنولوجي والعدالة الاجتماعية وسيادة البيئة. نحن حزب وسطي براغماتي بالنظرة الاقتصادية والاجتماعية، نبتعد عن السياسة العقائدية يلي صارت من الماضي، ونتغنى بكافة الخيارات والمشاريع المتاحة على أنواعها لتصميم حلول مناسبة بكل القطاعات. نرسم سياستنا الوطنية اخدين بعين الاعتبار انه لبنان مكون من مئات البلدات وعدد من المدن، وما منقتصر مشروعنا او منبني رؤيتنا على المدن الكبيرة بس، كما منعتبر انه من اسس مهمتنا العمل على حماية الطبقة الوسطى والفقيرة، ومنعتبر 7 صوت كل مواطن بيفتقد لمنبر يوصل صوته، وهالمقاربة بتسمح لنا بتصميم سياسات واقعية بتحاكي مشاكل المواطن على كامل مساحة الوطن. نبتعد عن الاصطفافات الطبقية ومنمد ايدنا لرجال الاعمال والقوى الاقتصادية المشرفة لتنضم للنهضة التاريخية يلي قررنا نحققها مهما كان الثمن من اجل تحقيق مشروع لبنان الجديد. نعمل على مشروع وطني اقتصادي واجتماعي شامل وطموح بينقل لبنان الى رتبة الدول الرائدة، ومنشرك كافة مكونات الوطن بإعداد مشروع لبنان الجديد يلي هو مشروعنا الانتخابي الأول، لأن ما بيجوز نطلب من بعض الأخصائيين يقرروا عن كل الشعب. منحط الإنسان بصلب عملنا الوطني بكافة السياسات، ومنعطي سعادة المواطن ورفاهيته وأمنه الأولوية فوق كل اعتبار، ومنشتغل على تأمين مسار مسهل ورائي للإنسان من لحظة ولادته حتى نهاية عمره، ولهيدا السبب رح يرافق مشروعنا الإنسان من أجل تأمين أفضل بداية حياة وخلال الطفولة وعوامل دراسية، ومن أجل تأمين أول وظيفة هو عم يبني عائلته، هو عم يتقدم بالسن وعنده قعده وخلال سنين هرمه. نعمل على تعزيز صفات المواطن يلي بتسمح له بتحقيق مشروع لبنان الجديد، وهيدا الشيء من خلال حملات ذكية بترسم هوية جديدة للمواطن اللبناني، وهي الهوية يلي حيحملها أولاً منتسبي 7. نرسم سياساتنا لنقل لبنان من موقعه الحالي لموقع متقدم كدولة رائدة بيحلى العيش والعمل فيها، وبتكون المقصد المفضل بالمنطقة للزائرين والمستثمرين. نتسلح بمقاربة حديثة بعصر العولمة، فالعالم صار سوق وحدة بتتنافس فيها الدول على الاستثمارات والسواح والتجارة والخدمات ومصادر الطاقة والوظائف، وبناخد هذه المقاربة بعين الاعتبار برسم سياساتنا وإعداد مشروعنا الشامل يلي رح بحط لبنان بمرتبة متقدمة بالمنطقة والعالم، ويجعل منه مركز إقليمي بكافة المجالات الحيوية والاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه القدرة التنافسية للبنان هي منا هدف بحد ذاته، إنما دائما من ضمن رؤية أوسع تهدف لرفع سعادة المواطن ورفاهيته بشكل عام. نعتبر أنه من مقومات الدولة الرائية تأمين أفضل الخدمات الاجتماعية والحيوية لكافة مواطنيها، بما فيها زاوية الدخل الوسطي والدخل المحدود يلي بيشكلوا الجزء الأكبر من المواطنين اللبنانيين، وبنشتغل للحد من الفقر ومحو الأمية، وبنهدف لتأمين خدمات أساسية مجانية بالصحة والتعليم والحد الأدنى من الطاقة لكل المواطنين. بنشتغل على عصرنة الإدارات العامة من خلال تطبيق المعايير العالمية الحديثة بجودة الخدمة، المكننة، الانتاجية، الحوكمة السليمة، التخصصية، اللامركزية الإدارية وسهولة الحصول على المعلومات. نعتبر أنه مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمعايير تطبيقية ورقابية عالية كخيار متاح عند الحاجة هو من متطلبات الاقتصادات العصرية، هو مفهوم محوري بأحداث النهضة الوطنية الشاملة والسريعة المطلوبة لتعويض عشرات السنين من التراجع بكافة القطاعات وتمكين لبنان من الالتحاق بالمجتمعات المتقدمة عالمياً. منشوف أنه تأمين فرص العمل والوظائف هو من أفضل البرامج الاجتماعية، ومنشتغل على خلق فرص عمل جماعية بتعيد الحيوية للاقتصاد الوطني وبترفع من معنويات الفرد وبتعيد الأمل بمستقبل أفضل. منعتبر البيئة جزء من الأمن القومي، ومنشتغل لحمايتها عبر تشريعات وقوانين جديدة صارمة من أجل توريث الأجيال القادمة بيئة أفضل من يلي ورثناها، ومنلتزم باتفاقية باريس 2016 لاحتواء الاحتباس الحراري، ومنتخذ الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتحقيق أهدافها. منعطي التعليم وبناء الإنسان أهمية عليا، ومنعمل على تحديث وعصرنة النظام التعليمي وأحداث ثورة كاملة بالقطاع بتمكن الأجيال الصاعدة من المنافسة باقتصاد عالمي رقمي وحديث والمساهمة ببناء لبنان عصري رائد وعادل. نعتبر هجرة الشباب الممنهجة خسارة وطنية،
بتجفف مقدرات الوطن من الشباب الطموح والأدمغة، ومنشتغل على خلق فرص عمل جماعية لاسترداد أبناء الوطن. نعتبر بالوقت ذاته الشبكة الاغترابية اللبنانية ثروة وطنية بتعطي لبنان بعد عالمي عابر للقارات، ومنشتغل بسبيل الاستفادة من الانتشار اللبناني لمصلحة الوطن. وبهذا الإطار نعمل على تسويق أهمية إعادة ارتباط لبنانية الاغتراب بلبنان على كافة